ده المكتة بتاع الوادي، المقابر الموجودة، شكل المقابر ايه؟ تروح واخد مجموع شكل عشان تفتح مكان للناس اللي جاية. بص على شكل المقابر، كل اللي انت شايفه وخش على دي. طريقة اعداد المقبرة، عندك ثلاث طرق للشكل النهائي اللي انت شايفه. اولا اللايم ستون هنا مش كله جود كواليتي، في بور كواليتي. بور كواليتي يعني نوعيه رديئه. في عندنا كارفنج على البيت روك نفسه، وفي كارفنج اون دي بلاستر. البلاستر نفسه بيعمل تكنس، بيعمل طبقه سميكه كده وبيعمل عليها كارفنج. هنعرف ليه بيعمل كده. النوع الثالث اللي هو البيتنجز، وفي مناظر ملونه وفي مناظر غير ملونه في الوقت. فهمنا الكلام؟ فعندك الستيب رقم واحد بيعمل كات، بعد كده بيعمل بولش، بعد كده بيعمل اوت لاينز كوركشن تصحيح، بعد كده كارفنج سواء على البيدروك او سواء على البلاستر، بعد كده بيعمل على الكالرز بتاعته. الانترنس والبيرل شامبر ده تصور للشغل. لما يجي يقص يقول لك عمق، اقصى عمق يوصل ل 20 من 15 ل 20 متر. شوف المستوى اللي انت دخلت منه، شوف الارتفاع، انت نزلت عمق اللي اتكلمنا عنه قبل كده. لكن مش كل المقابر كده، مختلفة. هنتكلم عن الكيمياوات.